يشرح وما فهمتش منه حاجه، والثاني اخذ يقول له مثل هذا الكلام، وهما يقضيان الحاجه. ما ينفعش. الحديث قال فان الله يمقت على ذلك. مش كده؟ في حديث عن سيدنا النبي فان الله يمقت يعني يلعن ويغضب على من فعل ذلك ولا يتكلم الا اذا كان الكلام ضروره. ايه الضروره؟ شاهدت غريبا كاد ان يغرق، شاهدت اعمى كاد ان يتردى في حفرته، فلا مانع ان تحذره. شاهدت سارقا يدخل جيبه يده في جيب زميلك، فلا مانع ان تحذر زميلك من هذا الذي يريد اخذ مالك ولو كنت تقضي الحاجه. لان شريعتنا مرنه مش جامده، ولا يتكلم الا لحاجه. فاذا انقطع البول مسح بيساره، يعني الايد اليسرى، يعني يستوي الكسر من دبره الى راس ذكره وينطر باصبعه ثلاثا، يعني يمسك الذكر وينطر علشان الانقاع، حصول الانقاع، عشان ما فيش نقطه زول تنزل بعد ما ظهر الموضع، مش كده؟ ولا يبول قائما بلا عذر. ويقول سيدنا النبي بال قائما للجواز، يعرف على ذلك مره او مرتين للجواز، من غالب احواله البول من جلوس. ولا يبول قائما بلا عذر، ولا يستنجي بالماء في موضعه ان خاف ترششا، يعني ما فيش صرف صحي، ما فيش حاجه تاخد الماء لسنجاء وتذهب به. لو سنجيت الماء هيفضل في مكانه فيرتد عليك، يبقى لا، اختار مكان ثاني واستنجي فيه. ادي معنى ولا يستعمل الماء في موضعه ان خاف ترششا، ان خاف ان ياتيه الرشاش من ماء الاستنجاء. ولا ينتقل في المراحيض، ولا ينتقل ما يروحش هنا وهنا وهنا، ويبعد في الصحراء ياخذ نص قضاء في المرحاض الاولاني ويروح يكمل النص الثاني في المرحاض الثاني، ويروح يستنجي في المرحاض الثالث. يا سلام، فسحه وديه. ولا ينتقل في المراحيض ويبعد في الصحراء، اذا كان هياخذ الحاجه في الصحراء يبعد بعيدا عن الرائين وعن الناظرين، حتى لا يروا عورته وحتى لا يؤذيهم برائحه الخارج منه، يعني في منفعه للتراكيب. ويبعد السنه سيدي وكيف كان اذا اذهب المذهب ابعد. يا سيدنا النبي، في الاحاديث السنه النبويه اللي بتبين هدي سيدنا النبي في الاستنجاء، كان اذا ذهب المذهب يعني لقضاء الحاجه ابعد، يعني بعد عن الناس حتى لا تراه العيون. شوفوا الادب النبوي، هذا معنى ويبعد في الصحراء ويستتر، يعني يجيب حاجه تستره حتى ولو عصى. ولا يبول في جحر عشان ما تطلعش حشره او هامه من هذا الجحر فتؤذيه، او الجحور معه الشيطان يطلع شيطان يخرج شيطان فيؤذيه. ولا يبول في جحر، ولا يبول في موضع صلب او صلب، خليها صلب يعني الصلب صلب الانسان. ولا يبول في موضع صلب، لان الصلب مش هياخذ الماء، سيرد الماء اليك، سيرد بولك اليك، انما تطلب مكانا رخوا، مكانا هينا يغوص فيه البول اذا بلت، يغوص عن ينزل لا تجد له اثرا. ولا يبول في مكان وموضع صلب، وما تبولش في مهب الريح. ومورد ومتحدث للناس، يعني طريق يرضوه الناس، ومكان يجلسون فيه للحديث مع بعضهم، وطريق مسلوك، وتحت شجرة مسورة، ولا عند قبر، ولا في الماء الراكد، ولا في القليل الجاري، ولا تستقبل الشمس والقمر وبيت المقدس، ولا تستدبرهما ويحرم البول على مطعوم.
لأنك تفسد على الناس وعصم ومعظم، ولأن مطعوم طعام الإنس والعصم طعام الجن، فتفسد الطعام على الإنسيين والجنيين. ولا يهون على مطعوم وعظم ومعظم لأنك ستمتهن، وقبر لأن حرمة الميت كحرمة الحي، وفي مسجد يحرم ولو في إناء. ما تخليناش قاعدين وتجيب الكوباية وتفضل حاجتك فيها، قوم حركس روحك ولو في إناء. لأن من الحديث الأعرابي لما سيدنا قال إن المساجد لا تصبح لهذا، مش كده؟ إن المساجد لا تصبح لهذا، إنما لذكر الله وللصلاة، كما بين الأغراض سيدنا محمد رسول الله. ويباحان استقبال الأشياء اللي فاتت القبلة الضرة في البنيان إذا قرب من الساتر نحو ثلاثة أذرع من الشيء الذي يستره، ويكفي ما ارتفع ثلثي ذراع من جدار، يعني بجدار ارتفاعه ثلثين من الذراع، يكفي أن تستتر به في وحدة، يعني شيء مرتفع من الأرض استترت بها جائز، ووحدة مكان مرتفع، ودابة في جانب الدابة استترت بها جانب الدابة وقضيت حاجتك، كان ذلك أمرا كافيا ومجزئا ومحققا للساتر وزيره من مرخي قبالة القبلة، يعني زير من الصوبة. طيب، والاعتبار في الصحراء والبنيان بالسترة فحيث قرب منها على ثلاثة أذرع وهي ثلثا ذراع جاز فيهما، يعني في الصحراء والبنيان، إلا في المراحيض، يعني المعدل لذلك، فيجوز ذلك مع الكراهة، يجوز استقبال الأعمال الدية المستدارة مع الكراهة، وإن بعد جدارها أو قصر، ويجب الاستنجاء من كل عين ملوثة خارجة من السبيلين، لا ريح، قلنا الكلام ده، ودودة وحصاة وبعرة بلا رطوبة، وتخت الأحجار ولو في شيء خارج النادر كدم، وتعقيبها بالماء، يعني تعقيب الأحجار بالماء أفضل، يعني جمع بينهما أفضل، مش كده؟ ويعفى ويغني عن الحجر، مش لازم أحجار، كل جامد طاهر طالع للنجاسة غير محترم وغير مطعوم كجلد المزكى قبل الدباغ، يجوز أن تستنجي به جلد ذبيحة قبل الدبر، فلو استعمل مائعا غير الماء أو نجسا، مائعا غير الماء استعملت الشارب أو نجسا أو طرأت نجاسة أجنبية أو انتقل ما خرج منه عن موضعه أو جف أو انتشر حال خروجه، انتشر سبب الخارج انتشر ملأ الجوانب، أو حال خروجه وجاوز الألية أو الحشفة، تعين في كل ذلك استعمال الماء، فإن لم يجاوز الخارج موضعه من بول أو غائط كان الحجر كافيا. ويجب إزالة العين واستيفاء ثلاث مسحات تتحقق الثلاث، إما بثلاثة أحجار أو بحجر واحد له ثلاثة أحراف أو ثلاثة أحرف، لأن الحرف الواضح أنت ممسك به، أنت ممسك والحروف الثلاثة بتديرها وبتستنجي وتستجمع في الأحجار المستجمار وفي الماء والاستنجاء، مش كده؟ أو بحجر له ثلاثة أحرف، وإن أنقى يعني حصل النقاء بدون الثلاثة فصله من ثلاثة، فإن لم تنق الثلاثة وجب الإنقاء، يعني وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء،
وندب إيثار بعد الإلقاء حصل الإلقاء بأربعة بنجيب الخمسة نجيب الإيه؟ المسحة الخمسة أدي معنى وندب إيثار ويندب أو يندب يندب أو يندب مسح أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه ثم يعكس بالسالم يعني يبدأ المكان بالأول وينهي المكان المكان الثاني اللي قالها بالأول ينزعله بداية بالسالم والمكان اللي كان في الأول يكون السالم في الحجر الإيه السالم ده معنى الكلام ده كافيات لكن يحصل المقصود بأي شيء ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمره ويكره الاستنجاء بيمينه فليأخذ الحجر بيمينه والذكر بشماله ويحركها والأفضل تقديم الاستنجاء على الوضوء فإن أخره عنه صح أو عن التيمم فلا تعالوا نشوف الحكاية دي تتم ازاي والأفضل انك تستنجي الأول وبعد كده تتوضأ فإن توضأت ثم استنجيت كان ذلك أمرا مجزيا على فرض أنك ساعة الاستنجاء والاستجماع لم تلمس موضع الخروج بيدك فإذا لمست ذلك بيدك فانتقض وبنرجع لباب أسباب الإيه؟ يلا باب الغسل يجب على الرجل يجب يعني يجب على الغسل يعني على الرجل من بأسباب تعديل منها خروج المريض يقظة كان أو نائما نمرة اثنين ومن علاج حشفته في أي فرج كان قبلا كان الفرج أو جبرا ذكرا كان الفرج أو من الأنثى ولو كان فرجا لبهيمة أو فرجا لصغير الصغير أولج بصغيرة يجب على الغسل ويجب على المرأة يبقى الرجل في سببه خروج المرأة وإيلاج حشفته بالنسبة للمرأة واحد تشترك مع الرجل في خروج مريها بس كده يا أولاد حبايبي صح كده ولا إيه؟ صح جاءت امرأة إلى سيدنا محمد رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الغسل فهل على الحق؟ أيوة خليك معايا كده قصد ما جعل الله لرجل من قلبه في جوفه ولبقر الحديث ببص للساعة على سنة الواحد فرد لك إلى خليك في الواحد عشان الواحد زحلتنا ما يوقفكش ويقول عقل يا رسول إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتملت؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء وخير ختام مع الأحباب حديث وكلام خير الأحباب رسول رب الأرباب ومنزل السحاب ومنزل السحاب ومسخر الأسباب ورسول رب الأرباب ومنزل الكتاب ومنزل السحاب ومسخر الأسباب معنى الرسول سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن ألتقي وإياكم في محاضرة قادمة في وقت يكون أكثر من ذلك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وبإذن ربي وربكم ليس يوم السبت القادم خالصا عن محاضراتكم لأنه بينه وبين العلم فاصل طويل وزمن كبير أيام السبت القادم قراءة وحضور بإذن الرب الغفور والسلام على المؤمنين ورحمة الله وبركاته.